وما شاء الله اليوم راح يكون التحدي قوي جدا جدا، وصفانا وردة جمهور. التحدي انتم عارفين بين حمودي وحمود وفراج، طبعا هذول البهبهانيات، وهذا الشخص، وهذا شو اسمه البقي حق فراج. نبي نشوف التحدي بنفود وجلد. قولي جبت غراضي وبلونات، يا سلام، وجبت الفستان. رايح عرس يعني؟ رايح فرح انت؟ وجبت النظاره. والله وانت ايش تقولين ورودي؟ وينها ورودي؟ تشقلب. حمود جالس قدام. حمود وينك؟ هلا غراضك هذه. الله. طيب خلوكم جاهزين للتحدي القوي بين البهبهاني والشخص المرهم ابو ست كفرات، والبقي راح نشوف من اللي يفوز بالنفود. اكيد انا، اكيد والجلد. زين ها؟ يبي ما عليك، واحنا رايحين نشتري لك حجار. تم؟ قم نم. كبير ها؟ ابشري. يلا 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 خلوكم مستعدين، نطفي اللمبه. ويلا بسم الله توكلنا على الله. ويا سلام. ادعس. جاهز البهبهاني وجاهز البقي وجاهز الشخص. لحظة. ايوة. وين حمود؟ والله. طيب انت ورودي جمهور. يلا جاهزين؟ لحظة. اول شيء نشوف انطلاقة البهبهاني وشلون ينطلق من السيارة. اوه انقلب انقلب انقلب. افا انقلب انقلب انقلب. لحظة لحظة. اوه ادعس 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 ادعس. يا ولد يا ولد يا ولد، شو الحركات؟ لحظة 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 لحظة، نشوف الحين اللي بعده. الباقي طفوا يا حمود، طفوا طفوا بسرعة. يلا الحين البقي. يلا يا فراج ادعس. اوه انقلب بعد، انقلب انقلب انقلب. يلا ادعس ادعس، اشوف ادعس. والله شكل البقي قوي بالنفود. يلا يا ولد يا ولد يا ولد، شو الحركات هذه؟ ادعس يا البقي يا ولد. ادعس. لحظه 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 لحظه. يلا اصبر اصبر. احفر 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 احفر. يلا يلا احفر. يلا بسرعه. يلا نشوف. يلا ادفن ادفن. لحظة ورودي تحفر ورودي. بس خلاص خلاص خلاص، لا لا تضغطوا كذا يا حمود عشان يغرق. اي لا تضغطوا كذا. يلا يلا فراج ابعدي سفانة، ابعدي ورودي. يلا ابعدوا نشوف الباقي وش يسوي. ابعدي ورودي. يا ولد يا ولد يا ولد، والله مو بسيط. ادعس. ريوس 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 يا فراج. لف يمين ويسار، يمين ويسار يمين ويسار. ايوه ايوه يا ولد يا ولد، خلو 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 يا ولد. ادعس ادعس يا ولد، شو الحركات هذه؟ الحين دور الشخص. يلا يا حمود جاهز؟ لا ماني جاهز. ليه؟ الريموت بالبيت. ليه تنسى وانت تدري ان في تحدي وفي شكلك انت خايف من التحدي؟ والله انك خايف، انا عارف الخايف يسبب اعذار ويقول اني نسيت الريموت وانا ما ادري ايش، مع بيت بنزين من الكلام هذا. والله العظيم اني نسيت. طيب ليه تنسى؟ شايل كل شيء، حتى مسامير وشايلها. قلت ابى ارجع للريموت وكنت مستعد وانا اركب ورا. يا الله راح عليك التحدي يا حمود. الحين يصير التحدي. طفوا طفوا ازعجنا. الحين بيصير التحدي بين البقي والبهبهاني. هلا والحين التحدي بين فراج وحمودي، بل يدعس ويطلع مع الطعس كذا ويروح. زين جاهز؟ منبطح. هذا البهبهاني حق حمودي، تشوفون البهبهاني، وهذه لوحته قدامك مثل ما تشوفون. ايه وهذا البقي حق فراج. يا ولد والله خطير فراج صراحه. مستعدين يا شباب؟ مستعدين. من اقول ثلاثه تنطلقون كلكم سوا. زين ولا واحد يسبق الثاني، اشغلنا هو شيلات وحمودي. طيب واحد اثنين ثلاثة. يا ولد يا ولد اقعد يا براج، والله مو بسيط يا ولد يا ولد. يا ولد ما هو ما ريوس، ولكن انتم تريوسون. حمودي ليش تريوس؟ ها
ادعسي. روح قدام، روح قدام يا اخي. والله كلها مغرزه وما قدروا. والله الشخص له معنى الظاهر انه يروح يخليها. لحظه حمودي، نبي نشوف شلون طريقه البهبهاني وشلون يطعس. يا مني نزلته تدعس على طول. زين شوف الحركه، تبعد فراج، ابعد فراج. لحظه حمودي، لحظه لا تدعس. يلا حمودي ادعس. ادعسي، روح يا ولد هدني ماسكه، يلا روح يا ولد ريوس هي 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 هي. ريوس يا ولد الحين التحدي نزول. زين لحظه، لا تدعس، لا تدعس. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. واحد، اثنين، ثلاثه. والله دروج، روح يا ولد. البهبهاني مكانه، ادعس. يشوته برجله، يشوته. والله راح حق فراج، وين راح؟ اوف، والله مو بسيط. الباقي يا ولد قوي، يا ولد يا حركات. حمودي شو وضعك يا حمودي؟ لازم تركب له ماكينه، وش يا حمودي؟ ماكينه. شغله انت، هو دبل وما تشغله. شوف فراج ترى دبل، ادعس فراج. والله دبل يا ولد. هلا مشغله. انا بمر من عندك على الاكسس وابعد في شو اسمه البهبهاني. يعني اقول اتحداك يا فراج تطلع من الحفره هذه. حمودي طف البهبهاني يزعجنا. حمودي قفلت معه يقول ليش ما ابو دبل. يلا يا حمود، حمود يدفن الباقي ونشوف عاد وش دعواه والباقي. امسكوا حمودي، رحبوا هنا وطفوا. يلا تحدى فراج، فراج تكفى يا فراج. يلا نشوف. يلا حمود انقهر عليه، حمود. لحظه عندي تحدي، نبي ننزل هنا ونبي نجيبه مع جنب الطعس، نشوف هو يمشي ولا لا. يا رجال بيمشي. حمودي تبي تقعد عندك ولا تبي معنا؟ بلش بهبهاني. يلا لحظة، لا لا تنزلوا. شلوا معك. هنا هالمكان هذا اثر داب هذا. تشوفونه؟ ارجعي. تشوفون اثر الداب؟ تشوفونه؟ فحط هنا وطالع فوق. انتبهوا، ترى يمكن متغيب هنا، يمكن داخل تحت الرمل وانت ما تشوفه يجيك اقرصك. يلا عطنا البقيه فراج. الحين يبدا التحدي فراج. يا ولد لا غرز. يبي لك عزم. ابعدي لا يدعست. يلا يبي لك عزم، ادعس من هنا. لا من هنا ادعس. يلا ادعس فراج. يا ولد كفو. لا يغرز. لا فراج مو كذا، ابيك تشطف شطف كذا تطلع. وهالحين يا فراج ادعس، تسمى غرز. والله نزل. يا ولد شو الحركات هذه؟ لحظه، في تحدي ثاني يا فراج من فوق، ابى اطلعه فوق وابيك تمشي. زين يلا خلكم جاهزين. هذا الباقي حق فراج حطيناه فوق. والله يا فراج ادعس. يا ولد بس ليه يروح ورا. والله مو بسيط. قدام ادعس. لف يمنا. يا ولد والله حبني خشمه. كفو. واخر تجربه للبهبهاني، نشوفه ينزل ولا لا. يلا يا حمودي جاهز؟ يدز برجله. لا غش هذا، غش. رجع. يجيك؟ هلا يطير. يلا ادعس. ما في فايده. هذا بلغش، هذا ينزله. لا ما يصلح. والله يا حمود لو معك الشاص الظاهر تمشي تخليها. هلا اسلم. يلا نشوف. ما يمشي صدق، صارت بطاريته ضعيفه. لانك مليون تلعب.
ايوه والله التكوى اللي على الشاطئ البحر هذه ما هي بالنفود. هلا انا باخذ اللي لفه على الاكسس وبيك انت تصوره زين. يلا بسرعه نزلوا. لا فضت فضت بالطريق. شوف شوف مع السلامه. تعال تعال ارجع 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 اسمعوا ترجع. روح روح طحت هنا. جيبوا جيبوا يا فراج اركض 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 يا عيال جيبوا جيبوا بسرعه لا تضيع. طبعا كلكم شفتوا من اللي فاز ما نقدر نحكم اللي فاز فراج لكن بناخذ رايكم بناء على الشكليات من اللي يفوز. رايكم انتم يا متابعين راي المتابعين عاد نشوفه. واهم شيء لا تنسون اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيه. ويا حمود لا تنسى الريموت ثاني مره.